انا اول مأذون شرعي في محكمتي، محكمه شبين الكوم الابتدائيه. اهلا، واضح انا اناس محمد صبحي المغربي، المأذون الشرعي لقرية المي، مركز شبين الكوم، محافظة المنوفية، من مصر. انا شغالة مأذونة من بالظبط من 1/11/2016. المجال هو اللي اختارني. انا الحمد لله كنت بشتغل محامية، واتفاجئت بالاعلان في المحكمة ان البلد عندنا مطلوب مأذون، فقلت هي تجربة وهدخل فيها واجرب واقدم فيها، وقدمت الحمد لله، جهزت كل الطلبات، وكان على ايامي بيحتاجوا 20 راجل من البلد يرشحوني، والحمد لله رشحوني ل20 راجل، وقدمت والجلسات اشتغلت، وكان في معايا برضو طبعا اكيد منافسين يعني رجالة، والحمد لله بعد جلسات كتير ربنا كرمني وانا اللي خدتها. لحد دلوقتي الناس منبهرين، من اول ما انا اشتغلت لغايه دلوقتي الناس منبهرين، اول ما بيشوفوني ما بيبقوش مصدقين ان في واحده ست بتبقى مأذونه، بس الحمد لله رب الحمد لله بيبقوا فخورين بيا جدا، وبيبقوا مبسوطين ان في واحده ست قادره تقعد في وسط الرجاله وتخلص الشغل. انا لما اتعرفت على جوزي انا كنت مأذونة، بس هو كان متعرف عليا على اني محامية، لان اشتغلت محامية فترة، فهو كان اتعرف عليا على اني محامية، فلما عرف ان انا مأذونة اتفاجئ يعني، فدي حاجة الحمد لله بسطته، والحمد لله يعني اتجوزنا واتجوزت وانا مأذونة. الشغل للست مهم جدا، مهم من اي حاجة مهمة في الدنيا في حالها، لا ده بيعمل وضع للست، الشغل بيخلي لها شخصية لوحدها، ما تبقاش معتمدة على حد معين مثلا، على اهلها، على زوجها بعد كده، لا بتبقى معتمدة على نفسها، بس اهم حاجة تبقى واخدة بالها من نفسها في شغلها. يعني انا بالنسبة لي الشغل بتاعي كله مع رجالة، فانا شغلي مع شغلي وانا في شغلي الحمد لله اعتبر راجل زيهم، مش واحده ست يعني، ببقى قاعده في وسط الرجاله انا الحمد لله يا ربي يعني زيهم، في حدود في الكلام كده يعني، الشغل مهم، انا شايفه ان الشغل الواحده مهم، ما ينفعش واحده تدرس وفي الاخر تقعد في البيت للعيال، انا مش شايفه ده صح. يعني